يختصر القارئ السنغالي أحمد سو قصة نجاح صبي إفريقي نشأ في أحد الأحياء الشعبية بضواحي العاصمة داكار، ورغم الظروف الصعبة التي مرت بها عائلته الفقيرة لم يمنعها الحرمان من الدفع بالصبي الصغير إلى الكتاتيب القرآنية لحفظ القرآن الكريم لتبدأ مسيرة في الحفظ، ولينهي الصبي أحمد سو حفظ القرآن كاملاً على يد عدد من الحفاظ في السنغال، وليشكل انشغاله بالقرآن الكريم منطلقاً لحياته الجديدة. الحمد لله الله وفقني بوالدين ما شاء الله، الله جعل فيهما حب القرآن، وكان الوالد يرفض أن يذهب أولاده إلى المدرسة الفرنسية، فالوالد جزاه الله خير ذهب بي إلى الكتاتيب، فسجلني هناك إلى شيخ اسمه الشيخ الحاج مالك جوب معروف، وكان من كبار العلماء عندنا، توفي السنة الماضية الله يرحمه، فهذا أعطاني ابن له، فدرسني القرآن وحفظت القرآن من يده في السن المبكر في فترة وجيزة، والحمد لله رب العالمين. وكنت حفظت أولا برواية ورش، يعني بعد البدء المبكر في الحفظ، ووفقت بالحفظ في خلال سنتين أو سنتين والنصف، وكان ذلك وقت ذلك عمري 9 سنوات ولله الحمد. من هناك كان الشيخ الذي يحفظني القرآن أعطاني حلقة، لأنه كان يتمنى أن أكون محفظا للقرآن أو أكون واحد مقرئ جميل، ففي هذا السن أعطاني حلقة وكنت أنا المسؤول على الحلقة. مع ذلك بدأت أدرس بعض الكتب المالكية مثل الأخضري والعشماوي والرسالة والمقدمة العزية وهذه الكتب، ثم بعد ذلك كان الظروف المادية للوالد ليست جيدة، كانت شوية، فالشيخ نفسه كان يريد أن أساعد الوالد، فأرسلني إلى مدرسة لأكون محفظا هناك، فمكثت في تلك المدرسة تقريبا 10 سنوات وحفظ هناك، والحمد لله فيه عدد حفظ القرآن على يدي الحمد لله رب العالمين. ومع ذلك كنت أجمع بين الدراسة والتدريس جميل، وكان ذلك سني دون 20، لكن أنا ما انخرطت إلى سلك المدارس الحكومية النظامية هذه، بس كنت أدرس في الكتاتيب، ثم بعد ذلك دخلت في مسابقة أو أقول اختبار مترشح حر لأحصل على شهادة الثانوية حتى أستطيع ألتحق في الجامعات الإسلامية في الدول العربية، لأن عندنا الجامعات الإسلامية باللغة العربية ليست متوفرة، لذلك إنسان لما يحصل على الشهادة الثانوية جميل أحيانا يجلس إما يذهب يدرس أو يوفق يحصل على منحة دراسية في دول عربية يذهب هناك يتعلم، لكن أنا حاولت مرارا وتكرارا ومرات لم أوفق في أن أحصل على المنحة، وبعض الناس أيضا أعطيتهم الفلوس لأنهم قالوا يستطيعون أن يأتوني بمنحة دراسية، وأعطيتهم ما كان عندي من المال، ومع ذلك لم يتمكن. ثم في الأخير وفقت بأن سافر إلى السودان. جيد، لما سافر إلى السودان وكان الظروف صعبة شوية، والوالد ما يستطيع يرسل إلي المال ليدعمني للدراسة، وأنا كنت متحمس للدراسة ومحب الدراسة. ثم بعد ذلك لما سمعت أن الجامعة العالمية الإسلامية في السودان عندهم فرع كلية القرآن في غانا، عدت إلى هناك لأتعلم هناك، وتخرجت هناك وتعلمت القراءات هناك أيضا الحمد لله، وحصلت على الإجازة في القراءة 7 والحمد لله رب العالمين. ثم بعد ذلك لما خلصت هناك حاولت أن أسجل الماجستير في جامعة القرآن في السودان، لكن الظروف لم يتح لي، لم أجد فرصة لظروف مادية، فكنت أنا مثلا أنا الكبير في البيت لازم أدعم الوالد ماديا، لأجل ذلك يعني عدت إلى السنغال لأسافر إلى هذه الدولة المحبوبة ما شاء الله دولة الإمارات، وجئت هنا لأعمل كإمام. ما بالنسبة للمجتمع السنغالي
هم متعلقين بالقرآن. جميل، لذلك تجد أن سابقا قبل ما يدخل المستعمر الفرنسي، قبل ما يدخلون كان كل المراسلات كانت باللغة العربية، لذلك هذا الذي أثر في الآباء مثلا والأجداد، ما كانوا يريدون على الإطلاق أن يرسلوا أبنائهم إلى المدارس الفرنسية حتى لا يغيروا ثقافاتهم العربية البحتة. جميل، وتجد أن لا يمكن تدخل بيت إلا وتجد فيه واحد متمكن في القرآن أو يحاول فيه، ستجد بيت بدون واحد يتعلم القرآن هذا ما يمكن. أما في السنغال مثلا تجد البعض هم متأثرين بالمشايخ المصريين مثل شيخ محمود خليل الحصري، لذلك تجد جل المدارس عندهم ما يسمى بمنهج الاستماع. منهج الاستماع هذا يعني مثلا فيه وقت محدد قبل نهاية الحصة أو قبل نهاية الدوام اليومي، عندهم مثلا 15 دقيقة أو 30 يشغلون السماعات، يشغلون الإذاعة ويضعون شريط للشيخ محمود خليل الحصري، ثم هو يقرأ والطلاب كلهم ينصتون، يعني بعد 10 دقائق بعد ذلك هم يرددون وراءه، ثم بعد ذلك واحد يقوم وهو يطبق. لذلك تجد أن جل السنغاليين جلهم في المسابقات العالمية والمحلية تجد أن جلهم يقرؤون بهذا الصوت. جميل، لكن أنا أول صوت بدأت أقلده والشيخ عبد الله بصفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ثم بعد ذلك بدأت أسمع شيخ المحيسني، بدأت أسمع شيخ المحيسني وكان قراءته يعجبني جدا. جميل، وكنت أيضا أقلده، وخاصة في صلاة التهجد والتراويح لما كنا عندنا في السنغال نختم القرآن في المساجد. جميل، إذن هذا يحتاج المصلين إلى قراءة شوية سريعة وممتعة ومؤثرة، وكان قراءة الشيخ ما شاء الله يؤثر كثيرا ما شاء الله. وكنا نقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا يعني قراءة ما شاء الله سريعة وكذلك مؤثرة. ثم بعد ذلك يعني بدأنا نسمع الشيخ الشريم ما شاء الله حفظه الله يحفظه. جميل، قراءته أيضا ممتعة، وخاصة عندما نقرأه في صلاة الفجر. مثلا نقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. جميل. ثم بعد ذلك يعني نسمع الشيخ عبد الرحمن السليس، وكان بينهم يعني سيلكشن جميل جدا جيد، وكنا أيضا يعني نقلده. مثلا يقول: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. جميل. ثم بعد ذلك بدأنا نسمع إلى شيخ عبد الله، دكتور عبد الله المطرود، لما كان قراءته أيضا ما شاء الله ممتعة وكذلك مؤثرة، وخاصة في صلاة الفجر، وكان يقول مثلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ثم أيضا بدأنا نسمع الشيخ أبو بكر الشاطري، وبدأنا أيضا يعني نقلده، وفي المدارس كذلك، حتى الحلقات التي كنت أحفظ فيها هم أيضا كانوا يحبون هذا الصوت كثيرا. يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سافر القارئ أحمد سو عبر بلدان إفريقية عدة لتحصيل العلوم القرآنية، وبرزت لدى الشاب مواهب في التلاوة بصوت عذب كان منطلق التحول في حياته، فقد بدأ الطلب عليه للإمامة في الصلوات الخمس وفي صلاة التراويح، لتتغير حياته بالانتقال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مع أسرته الصغيرة، حيث يتولى الإمامة بأحد مساجد إمارة رأس الخيمة. تجربة القارئ السنغالي أحمد سو تعكس قصة نجاح ومثابرة في حفظ القرآن الكريم، انطلقت من الأرياف الإفريقية لتصل إلى العالمية، حيث شارك القارئ أحمد سو في عدد من المسابقات التي برز فيها نجمه من خلال حصوله على مراتب متقدمة. السنغالي مثلا لما يريد يقرأ، هذا يعود إلى الشخص نفسه، يعني تجد عندنا بعض المشايخ، جميل، لما تصلي بهم تقرأ ببعض الأصوات هم يزعلون، هم يقول أنت تتكلف، جميل، أنت اقرأ بصوتك لا تقلد أي أحد، يعني اقرأ كما تقرأ. جميل. لأجل ذلك من هناك لما دخلنا في هذه الأجواء والمشايخ منعونا عن التقليد، جميل، حاولنا
أن نخرج بصوت، لذلك تجد يعني جل السنغاليين الذين ما يقلدون تجدهم يحاولون، كل واحد يحاول يجد يكون له صوتا، إما يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ثم بعد ذلك يجمع يحاول يطلع بصوت، لكن تطلع بصوت هذا صعب. مثلا أنا لما أريد أن آتي بصوت جديد لازم أتدرب وأتمرن على سورة الفاتحة، إن لم أتقن الفاتحة في ذاك الصوت لا يمكنني أبدا أن أقرأ بهذا الصوت حتى ولو في الصلاة. جميل، لأجل ذلك لما نبدأ نتدرب بهذه الأصوات نبدأ من بالفاتحة. مثلا مثلا حاولت أن أخرج ببعض الأصوات ومنها مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميل، تجد بعضهم أيضا هذا يقول لك لا هذا صوت عربي مو سنغالي بحت، إذن بعضهم أيضا يقول لك لا هذا عربي ما يقبل، إذن هو يقرأ في صوت لبعض المشايخ القدامى، يقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا تجد بعضهم ما يقلد يقرأ بهكذا، كما تعرفون أن عندنا المذهب مذهب المالكي، وبعضهم عنده مثلا إنسان يقلد هذه الأمور ليس مطلوب عندهم، غير مستحسن أو مثلا مكروه عندهم، لذلك عندنا لا بعضهم يشدد على ذلك. جل المشايخ الموجودين عندنا تجدهم من كبار الصوفية، جميل، لذلك هم تأثروا كثيرا بدول المغاربة، تأثروا فيهم كثيرا لأن في علاقة وطيدة بينهم وبين دولة السنغال، لأن في علاقات يعني أخوية يعني تربط بينهم، لذلك هم أثروا فيهم. وتجد كثير من المشايخ أيضا يعني تخرجوا هناك، إما تخرجوا من موريتانيا أو في دولة المغرب، جميل، لذلك هذا اللي أثر فيهم. كما قرأت أنفا هذه القراءة سابقا كانت هي السائدة على الدولة كلها، لكن بعدما دخلت الأشرطة وانتشرت الإنترنت وهذه الأمور بدأ يعني كل مدرسة الحين يكون لهم شيخ يقلدونه، لذلك قلنا هم خصصوا الشيخ محمود خليل الحصري لما رأوا فيه من جودة التلاوة والإتقان، جميل، يسمعون الطلاب. ليش؟ لأن الطلاب مثلا نحن لما كنا نحفظ القرآن ما كنا نعرف حتى ولو كلمة تعال في العربية، ما نعرف، لماذا نحن نستطيع نتحدث العربية بعدين نتعلم العربية؟ حبنا للعربية جعلنا يعني نلهف إلى تعلم العربية وصرنا نتحدث الحمد لله رب العالمين. جميل، لكن الأولاد الصغار اللي يدرسون أو غير المتعلم العربي تجد الشيخ يحفظ القرآن كاملا، يعرف المتشابهات، جميل، لكنه بالعربية لا يعرف شيئا من الكلام أن يتكلم بالعربية. جميل، أنا الحمد لله رب العالمين سابقا لم يكن عندي رغبة في المشاركة في المسابقات، أنا مع ذلك كان المدارس التي كنت فيها يحاولون معي، لكن أنا كنت كان في خوف، جميل، لذلك يعني لما بدأت أتدرب في الصلاة كان عندي شيخ يعلمني القرآن أتعلم عنده،
هو حاول أن يدر لما عرف أن هذا فيه خوف. جميل، حاول أن يدربني. لذلك أول صلاة صليته للناس صراحة ما أعرف هل قرأت الفاتحة أم لم أقرأ الفاتحة، لكن بعد ذلك يعني بدأت أصلي بالناس في رمضان وهكذا تدربت حتى الحمد لله رب العالمين. لكن أنا لم يكن لدي رغبة في المشاركة في المسابقة، لكن لما أتت الحمد لله إلى دولة الإمارات الحمد لله شاركت في المسابقات وجئت بالمركز الأول في مزامير آل داود فئة الأئمة. الحمد لله كان ذلك سنة ماضية الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. قصة أحمد سوء تقيم الدليل على أهمية التعلم وحفظ القرآن الكريم، حيث يعتبر ما حققه بمثابة المصعد الاجتماعي الذي أخرجه وأسرته من حالة الفقر والخصاصة، وأتاح له معرفة العالم بعد أن كان أقصى حلمه بلوغ العاصمة السنغالية داكار.